أعلنت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أن التحالف العربي سيعيد فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن خلال 24 ساعة المقبلة. وقد أضافت البعثة في بيان صحفي أن التحالف يقوم باتخاذ خطوات لإعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية. كما أشار البيان إلى أن التحالف العربي يأمل في أن تساعد هذه الخطوات في التخفيف عن معاناة الشعب اليمني، لافتا إلى أن التحالف يعمل على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية.